بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طالب احمد عساف، هندسه ميكانيك من الجامعه الاردنيه. الان ان شاء الله راح اكمل تشابتر 3. حكينا اليوم راح نكمل بس بحل اسئله، لانه انهينا شرح التشابتر كشرح وكمفاهيم. الان نكمل بشرح بعض الاسئله حتى نطبق على الماده. زي ما حكيت انا بشرح على كتاب شنجل الطبعه الثامنه، هذا هو الكتاب اللي انا بشرح عنه، اللي راح تكون الأسئلة معتمدة رقميا منه بالSI unit اللي هو هيو كتاب شنجل. طيب الآن بما يخص الأسئلة اللي راح أحلها، راح أصور لكم إياها وألحقها بالدسكريبشن للفيديو كأسئلة، بحيث اللي مش متواجد عنده هذا الكتاب أو هاي النسخة بيلقى الأسئلة بالضبط اللي أنا حليتها موجودة بالدسكريبشن للفيديو. وفي كمان أربع أسئلة suggested problems حاطهم أنا، سؤال 28 و29 و7 و40 و59، هدول اسئله سجستد بروبلم لكم تختبروا انفسكم بحلها. ايضا كمان راح الحقها بالوصف ديسكريبشن للفيديو كنصوص اسئله وكسجستد بروبلمز، والحل راح يكون متواجد امامكم الان. نيجي الان انا وياكم بدنا نحل سؤال رقم 36. 36 السؤال كثير سهل وكثير بسيط. شو بيحكي لك السؤال؟ هاي السؤال نقراه مع بعض من الكتاب. بيحكي لك water is to be boiled at sea level in a 3 cm diameter stainless steel pan pan placed on top of a 3 kilowatt electric burner. اعطاني انه في عندي الالكتريك باور اللي بتدخل اللي هي W dot كم تساوي اللي هي 3 كيلووات. طبعا شو حكى لي بالبدايه؟ ووتر. اذا اول شيء بحكي عندي ووتر، اعطاني دياميتر اللي موجود فيه 0.3 اللي هي 30 سنتيمتر، تمام؟ أعطاني الإلكتريكال باور 3 كيلوات، قديش أنا بدخل، تمام؟ شو حكينا بعد هيك؟ قال لك 60%، يعني 60% يعني 60 على 100، تمام؟ يعني 0.6 of the heat generated by the burner، هاي الحارق، تمام؟ الهيت اللي بتدخل على السيستم من خلال هاي هي 60% من الإلكتريك باور، تمام؟ by the burner is transferred to the water during boiling. تنتقل للووتر خلال انت وبتغلي فيها، انت عم بتدخل عليها الهيت. Determine the rate of the evaporation of water. شو يعني rate؟ معدل تبخير الووتر. القصد في rate of evaporation يعني m dot evaporation، تمام؟ m dot لل evaporation. هاي بما يخص الرسمة انا كيف رسمتها، هاي الرسمة، هاي الهيتر، تمام؟ هيو هاي الهيتر كامل مشبوك بالكهرباء، هاي هي اللي بتدخل الهيت، تمام؟ فبالتالي فعليا انا شو بصير عندي هون؟ عم تدخل هيت على السيستم، تمام؟ الهيت اللي هي 3 كيلو وات بيدخل منها 60% و 40% بيفقدها السيستم، بيفقدها، تمام؟ طيب ممتاز، 40% السيستم بيفقدها وبيدخل منها كم حكينا؟ بيدخل منها كم؟ 60%، تمام؟ 0.6. فأنا شو كتبت هون؟ 0.6 heat generated by the burner is transferred to the water during boiling. أعطاني أنا فعليا بحل بمين شباب؟ بحل بسؤال 37، أنا آسف كاتب 36، أنا بحل بسؤال 37 معطيني إنه الـ elevation 1500 متر where the atmospheric pressure، أعطاني البريشر زي لما حكينا إنه إذا أنت كنت بمنطقة مرتفعة بقل البريشر، ارتفاع كان هالقد فالبريشر كان هالقد. And thus the boiling temperature of the water is 95 degrees Celsius، درجة حرارة الغليان 95 degree Celsius. طيب كيف ممكن نطلع الـ m dot evaporator بهذا الفراغ؟ طبعا سؤال حكينا 37، تمام؟ طيب شباب بما يخص هذا الموضوع كتير كتير سهل. شو بنجي بنحكي؟ أول إشي أنا شو في عندي؟ عندي T 95 وعندي P، صح؟ at 95 degree Celsius لو رحنا على التابل، تمام؟ لو رحنا على التابل 95 degree Celsius هي إيش؟ تمام؟ طب قبل ما نحكي هيك، هلا هاي شو بينت لنا كجمله، تمام؟ هاي جمله من ايش فهمنا من خلالها، تمام؟ هاي الجمله هي المهمه، هي مفتاح حل السؤال، تمام؟ هاي الجمله فهمنا من خلالها انه كيو دوت الهيت اللي بتدخل هون من الهيتر هي 0.6 من الورك دوت من هاي، تمام؟ فهي تساوي 0.6 من الثلاث، تمام؟ طيب حلو، فبالتالي انا معاي كيو دوت. طب لو اجينا مع بعض
على الفيرست لو كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان ماينس ورك اوت. هسا انا بقول انه انا دخلت على السيستم، بس اللي همني دخلت على السيستم، قال لي انه في منهم ما دخلتهم على السيستم، تمام؟ اللي هي 40% ما دخلتهم على السيستم، ماشي؟ فانا شو اللي بصفي عندي بدي اياه؟ كيو ان ماينس كيو اوت بلس وير ان ماينس ورك اوت ايكوال دلتا دلتا اتش، صح؟ تمام. وحكينا انه اذا كانت دوت كيو دوت اتش تساوي ام دوت للايفاب، صح؟ في دلتا اتش، صح؟ ممتاز. الام دوت للايفاب اللي هي انا مش عارفها هسه، هاي اصلا تساوي 0.6 في 3. طب لو حسبنا ام دوت ايفابوريشن في دلتا اتش، طب دلتا اتش قديش تساوي؟ دلتا اتش قديش تساوي؟ انا قلت انه انا وين؟ على ظروف الغليان. التمبريشر هاي البويلينج تمبريشر 95 ديجري سليشيس، تمام؟ والبي اتموسفيريك اللي هي الضغط اللي عنده ساتوريشن تمبريشر هالقد، تمام؟ معنى هذا الحكي انه دلتا اتش هون شو راح تكون؟ 100% راح تكون اتش اف جي وين؟ عند ال 95 ديجري سليشيس، تمام؟ فبالتالي لو رحنا مع بعض على التابل، على تابل مين؟ تابل الواتر 100%، بصحك تروح على تابل ثاني بتاخذ صفر. شوفي معي تمبريشر، تمبريشر اللي معي اياها 95 ديجري سليشيس، صح؟ باجي على ال اتش اف جي لانه حكينا دلتا اتش كم؟ 2269.6، بتحطها 2269.6 2269.6 كيلو جول بير كيلو جرام، تمام؟ طيب معاي هاي، عوض هذا الرقم هون واحسب على الكالكوليتر هذا الرقم تقسيم هذا الرقم بيعطيني ام دوت ايفابوريشن. فبالتالي ام دوت ايفابوريشن راح تكون مين؟ 7.9309 ضرب 10 قوة سالب 4 كيلو جرام بير سكند، تمام؟ تخيل السؤال جدا بسيط وجدا سهل، ما في اي اشي صعب، سؤال لطيف فحله بسيط، تمام؟ طيب نيجي الان مع بعض نحل، تمام؟ في سؤالين انا ناوي احلهم، خليني ابلش بهذا السؤال. طيب السؤال التالي هو سؤال ثلاث بروبلم من الكتاب ايضا، ثلاث واربعين، تمام؟ سؤال ثلاث واربعين سؤال لطيف وجميلة فكرته. شو بيحكي لك؟ A cooking pan اللي هاي تنجر الطبيخ، تمام؟ whose inner diameter، اعطاني الانر دياميتر، تمام؟ فبالتالي دايركت خلي معك الورقة وانت بتحل بالاسئلة، احكي لي، حكالي شو انه الانر دياميتر قديش؟ 20 سنتيمتر. طب قديش ال 20 سنتيمتر بتعني؟ 0.2، تمام؟ ممتاز. حكالك is filled with water، عبيناها بالووتر، معناته ايش نوع المادة؟ اسف، ووتر يعني H2O، تمام؟ طيب حكينا ايضا انه and covered with 4 كيلوغرام ليد، اعطاني انه الكفر الماس للليد اللي هي الغطاية تبعت الطنجرة، الام لهاي الليد، اسف للليد 4 كيلوغرام، تمام؟ اعطاني وزنها. طيب بتسجل الملاحظات اول باول هون. If the local atmospheric pressure 101 point، يعني اعطاني انه البريشر 101 كيلو باسكال، يعني الضغط الجوي، تمام؟ اللي هو عبارة عن ايش؟ local atmospheric pressure في اتموسفير، تمام؟ determine the temperature at which the water starts boiling، بحكي لي تي مين؟ اي تي، تي بويلينج يعني تي ساتوريشن، مش حكينا هي تي ساتوريشن هي تي الغليان، هي تي بويلينج، تمام؟ طيب ممتاز. الان شو بنيجي بنعمل انا وياكم؟ بنحكي كالتالي، حكينا زمان عن لما يكون في عندنا بيستون سلندر ديفايس انه بناخذ البيستون بنعمل لها فري بادي دياجرام، صح؟ نفس الحاله هون، الغطايه بتاخذها اعمل لها الغطايه فري بادي دياجرام، بزبط صح؟ كيف؟ طيب خلينا نيجي نحل السؤال هسه ببساطه. السؤال كيف بيحكي لك؟ هي عندك الطنجره، هي غطايه الطنجره، تمام؟ اعطاني الكتله لغطايه الطنجره، صح؟ هلا من برا
عند الاتموسفيريك بريشر صح؟ ومن هون وزنها اللي هي حكينا ام في جي الوزن. هلا هاي هي عباره عن فورس، هي عباره عن ويت مش بريشر، تمام؟ وفي عندك الانترنال بريشر بي انترنال. هلا من خلال موازنه الفورس، مجموع الفورس بالواي ايكوال تو زيرو، ايش راح يصير عندنا؟ مجموع الفورس طب مجموع البريشر في الواي ايكوال تو زيرو از بريشر، تحكي لي هاي داونورد وهاي ابورد، اللي لفوق بوزيتيف يعني بي انلت ناقص البي اتموسفير لانها لتحت ناقص الام في جي بكفي هاي فورس. لو حكينا مش حكينا البريشر هو عباره عن فورس بير يونت اريا صح 100%، فبتقسم لي هاي على الاريا، على الاريا اكيد كونه اتزان يساوي صفر. طيب معنى هذا الحكي انه الداخلي كضغط لو نقلت هاي وهاي على الطرف الاخر يساوي الاتموسفير بريشر زائد ام في جي على الاريا. الاريا كيف تحسب؟ باي اوفر 4 في الدياميتر تربيع صح؟ كم الدياميتر؟ 0.2 باي اوفر 4 هاي القيمة، تمام؟ طيب ممتاز. الآن ممتاز لهون الوضع تمام تمام. هسا هون هاي القوة بتطلع هسا هاد 101 كيلو باسكال، تمام؟ هاي وحدة قياس الباسكال، تمام؟ كونه وحدة قياس الباسكال حكينا الكيلوغرام بإيش بترتبط؟ بالباسكال. الكيلو في كيلوغرام ترتبط بالكيلو باسكال، عشان هيك هاي بتطلع معانا كناتج يعني 4 اللي هي الكتلة في 9.81 تمام على مين؟ الاريا اللي هي الاريا. طيب الآن هاي طلعت معانا باسكال، طب بدي أضرب بكيلو أو بدي أخلي وحدتها كيلو باسكال، بحط كيلو بالبسط وكيلو بالمقام، بحيث إنه لو ضربت البسط والمقام بنفس الرقم كأنك ما ضربت بشيء، هاي بتختصر مع هاي. وهاي قال لك شو هي الكيلو؟ الكيلو هي عبارة عن 10 قوة 3، يعني هي عبارة عن 1000، فاقسم المقام على 1000 فبتحكي 4 في 9.81 على الأريا اللي هي حسبناها هون طلعت معنا رقم في الكي اللي هي الكيلو 1000، وخلي هاي تصير بالكيلو باسكال، بيطلع معانا الفاينل انسر 102.25 كيلو باسكال. لو حسبت هذا التيرم كلياته كم راح يطلع معك؟ 2.25 كيلو باسكال، اسف 1.25 كيلو باسكال، تمام؟ صار معك البريشر انلت، البريشر اللي جوا الطنجره، من جوا معك البريشر صح؟ إذا معك البريشر جوا الطنجرة مش التي بويلينج هي نفسها تي ساتوريشن، طب روح عند هذا البريشر وطلع تي ساتوريشن. لو رحت عند هذا البريشر على تيبل البريشر تبع المي الضغط كم؟ 102.25 جاي هون بين هدول، اعمل انتربوليشن بين هدول التو تمبريشر كم بيطلع معك التمبريشر؟ 100.2 قريبة تمام، بين هدول تطلع معنا التمبريشر 100.2 تمام. طلعوها من خلال التابل تطلع معاكم 100.2 ديجري سيليشيس. سؤال جدا مهم، فكرته كتير لطيفة بس بدها حدا يفهمها تمام، انك تعرف تحل استاتيك كله اعادة اذا لاحظته، هاد كله حكينا فيه قبل بس ضل نعرف كيف نطبقه بالاسئلة، يعني مش عم بحكي شي جديد كله اعادة تمام. طيب خلينا نحل كمان سؤال قبل ما تمام، خلينا نحل كمان سؤال، هذا السؤال جميل، سؤال رقم 73، سؤال بحكي لك انه في عندك خزانين، هسه بحكي لكم فيه شوي وبقرا لكم اياه من الكتاب وينه بس. تمام سؤال 70 هيو هون نقراه مع بعض. بيحكي لك a 1 meter cube tank containing air at 10 degrees Celsius تمام and 350 كيلو باسكال is connected through a valve to another tank containing 3 kilogram of air at 35 degrees Celsius and 200 كيلو باسكال. فالتانك الاول كان فيه air وحكى لي انه حجمه 1 متر مكعب
تمام، ودرجة حرارته 10 ديجري سيليشيس والبريشر له 350، كونكتد باي فالف، فالف اللي هي محبس، كيف محبس الحنفية اللي عندك بتسكر وبتفتح، محبس مسكر تمام، مربوط بانذر تانك، التانك اللي هو حكينا في اير وكتله 3 كيلوغرام و35 ديجري سيليشيس و200 كيلو باسكال اللي هي القيم اللي معطاها تمام. شو حكى لك؟ ناو ذا فالف از اوبند، فتح الباب، فتح هذا الفالف، فتح الحنفيه زي باختصار تمام. اند ذا انتاير سيستم از الاود تو ريتش ثيرمال ايكوليبريم، وضحنا شو معنى ثيرمال ايكوليبريم زمان. وذ ذا سراوندينجز ويتش ار ات 20 ديجري سيليشيس، ديترماين ذا فوليوم اوف ذا سكند تانك and the final equilibrium pressure of air. طيب فبالتالي هي لي انه لو ما كنا شارحين كل الكونسبت ما كنت راح تفهم السؤال. هذا الفالف فتحنا، صارت التمبرشر، هذا التانك اسمه A وهذا التانك اسمه B، صارت التمبرشر لA تساوي التمبرشر لB وتساوي 20 ديجري سيليشيس اللي هي T final. اعطاني T final، حكى لي find the specific volume لB والB final ايضا. هسه بداية باجي بحكي له المادة air، بحكي لك قبل كل إشي المادة اير هل إلها تيبل؟ لا، معناته شو بستخدم؟ الإيكواجن أوف ستيت. ما إذا ما جاب سيرة إنه أي الكومبرسيبيليتي فاكتور أنت بتفرض إنه أي دي الغاز تمام؟ فبالتالي البي فاينل في مين؟ في الفي فاينل تساوي الام فاينل في ار في تي فاينل تمام؟ هلا التمبرشر فاينل معانا إياها اللي هي 20 ديجري سيليشيس حكينا إياها تمام؟ ال R من التابل تقدر تطلعها اللي هي 0.287 من تابل A2 أو من تابل A1 كمان بالضبط تمام. طب ممتاز، هسه هاي كقيمة مجهولة، هاي كقيمة مجهولة، هاي كقيمة مجهولة، بس خلينا أضبط الرمز كونه اعتدنا على رمز كابيتال زي هيك صح، خليه يكون نفس الشيء تمام. حلو، حكينا الماس كيف بنجمعها زمان لما درسنا شابتر 1. الام فاينل شو تساوي؟ الماس للتنك الاول زائد الماس للتنك الثاني صح؟ طيب الماس للتنك الاول A، هل عندي ماس؟ ما عنديش، زائد الماس للتنك الثاني B، ثلاث. طب انا بدي ام فاينل ليش؟ حتى اخلص من مجهول هون، بضل عندي مجهولين بصير اخف شوي الشغل. طيب الماس ل A كيف ممكن نطلعها؟ الماس ل A مش بي في equal m r t، فبالتالي لو نفترض انه m ل a، t ل a، b ل a، v ل a، فبتقدر تحكي b في b ل a في v ل a على t ل a على r ل a، ف b ل a في v ل a على t ل a في r، r هيها 0.287 تمام. عوض القيم دايركتلي تمام، عوضهم. ممتاز، هاي الملاحظه اني ذكرت احكي لكم اياها. التمبريشر هون لأي قديش؟ 10، إذا بتعوضها 10 بتاخذ 0. طب سؤال ليش؟ بحكي له البريشر في A هيو موجود، حكينا إنه 350 في الفوليوم لأي 1 متر مكعب، حكينا هيك الوحد لأنه هاي حكينا بالكيلو باسكال تعوض. التمبريشر كم حكينا؟ 10 زائد 273 في الـ R.287. ليش؟ لانها كلفن. هسه بحكي لكم كيف التحويل، هيك احطها على جنب بس خليني اعوض. الفاينل انسر بيطلع معي، طبعا هاي زائد 3، الفاينل انسر كم بيطلع؟ بيطلع معانا 7.309 كيلوغرام تمام. طيب بس بدي انبه، حكينا اذا كان في عندي تمبريشر اوف ديجري سيليشيس، يعني بدي احول من ديجري سيليشيس لا كلفن، كيف تحكي؟ هاي الدجري سيليشيس زيد عليها 273 بتصير بالكلفن تمام. هاي الدجري سيليشيس زيد عليها 273 تصير بالكلفن، يعني هاي التي تي اللي هي تي ايش بالدجري سيليشيس زيد عليها 273 بتصير ايش بالكلفن، عشان هيك هون زدت 273. طب ممتاز، هسه صارت معي الام فاينل معروفه. طب شو اللي ضايل بدي اياه؟ لو اني عرفت فوليوم فاينل كثير بريحني، بحيث انه بقدر اطلع البريشر من العلاقه اللي هون صح، بقدر اطلع البريشر لو بعرف الفوليوم، لان انا مع الام ومع الار ومع الاف صح. طب الفوليوم كيف ممكن نحسبه؟ الفوليوم ايضا شوفوا، الفوليوم عند البي معايا لا معيش اياه. شو بحكي؟ الفوليوم عند البي نفس الشيء هون،
الفوليوم عند البي هو عبارة عن ام لبي في ار في تي لبي على البريشر لبي، صح؟ الام لبي اللي هي عبارة عن 3 كيلوغرام في الار حكينا 0.287 في التمبريشر لبي 35، حولها لكلفن زيد عليها 273 لانها بدجري سيليشيس، انتبه اذا خليتها دجري بتطلع غلط. والبريشر اعطانا اياه انه 200 كيلو باسكال، كل القيم اخذتها من هون من السؤال، تمام؟ هاي بالكيلو باسكال، بيطلع معانا الفي لبي قديش؟ 1.326 متر كيوب. طيب الفي توتال حكينا الفوليوم النهائي ممكن نجمع في لأ زائد في لبي، نفس الشيء هي عادة بس تطبيق قوانين، هاي فاهمينها مش راح يعني اقعد اشرح فيها، ما انتم عارفين ليش الفي توتال هو في اي زائد في بي، مش مجموعة فوليوم بقدر اجمع الفوليوم، بروبرتي مسموح نجمعها هي والماس، تمام؟ طيب فبالتالي الفوليوم لأي 1 متر مكعب زائد 1.326 تطلع معانا 2.326 ايش؟ متر كيوب، لانهم التنتين متر كيوب، تمام؟ طيب معنى هذا الحكي انه صفى بدي احسب البي فاينل، طب مش حكينا بي فاينل في في فاينل تساوي ام فاينل في ار في تي فاينل، البي فاينل مجهوله، الفي فاينل 2.326 تساوي الام فاينل قديش؟ حسبناها شباب هيها 7.309 في الار 0.287 حكينا من التابل، تمام؟ مضروبة في التمبريشر 20 فاينال غلط زائد 273 حتى نحولها لكلفن، تمام؟ من هاي المعادلة عوضها على الكالكوليتر بيطلع انه البي فاينال تساوي 264 ايش؟ كيلو باسكال، لو عوضت. فالفكرة انه المادة يعني بتحط لي القانون العام، تمام؟ شو عملنا احنا بالسؤال؟ اللي بحكي انه مش فاهم شو عملنا، جيت على السؤال لما اسال تيرما ما في بروسيجر تحفظه وتمشي عليه، ما بصير، لازم نكون فاهم كل شيء. عشان انه اير استخدمنا معادله الاي دي الغاز، الماس فاينل هي عباره عن مجموعه لاني محتاجها، الفي فاينل عرفت كيف اطلعها لاني محتاجها من القوانين اللي بتعلمهم من زمان، كيف اجمعهم؟ بضل عندي مجهول البي فاينل وبعوض واخلص، تمام؟ لهون بكفي اليوم، راح اعمل كمان فيديو احل فيه كمان اسئله بحيث تتمرنوا اكثر على المبادئ، في اسئله شوي اصعب من هيك. ولهم بكفي، ويعطيكم ألف عافية.